في هذا الفيديو سنريكم بعض الأدوات الرهيبة التي لن تصدقوا ماذا تفعل. هذه الأدوات ستجعلكم تشعرون بالإعجاب والدهشة بكل ما تستطيعون صنعه بها. فلنبدأ. هذه الأداة لا تشبه فرشاة الأسنان بشيء، لكنها تنظف الزوايا الصعبة ببراعة كما فرشاة الأسنان. إنها ساندر، أداة تلميع الأنابيب، تستطيع أن تلمع الحديد وتجعله ناعماً. سرعة الحزام قابلة للتغيير من 200 إلى 700 متر في الدقيقة، وزاوية الميلان تصل إلى 60 درجة. الأداة تعمل مع مكنسة كهربائية أيضاً، وبطاريتها 2.5 أمبير، ووزنها 900 جرام، وتحتاج إلى ساعة كاملة للشحن. سعر أداة ساندر مع البطارية والشاحن 275 دولاراً. هذه الأداة رائعة لمن يحب التجديد. الذين يعملون في مجال البلاط يتعبون كثيراً، لأن البلاط الحجري الخزفي ثقيل جداً. لوح من مقياس متر مربع يصل إلى 20 كيلوغراماً، وتبدو كالبيتزا العملاقة. لذلك هذا المحمل بثمانية مصاصات وقدرة تحميل 200 كيلوغرام هو نعمة من السماء. يسهل العمل ولا يترك أثراً بوجود المطاط، والضغط يزاد وينقص بسهولة. وإذا أردت حفظ البلاط، تركب مقابض إضافية وأربعة يحملونه. السعر حوالي 2000 دولار. هذا الحامل هو صديق كل عامل في مجال البلاط. الفلاحون في أمريكا يمتلكون أراضٍ واسعة، متوسط المزرعة حوالي 180 هكتاراً. لذلك يظهر لهم دائماً أدوات زراعية جديدة، مثل هذه الأداة التي تساعد في تحديد الحدود. يطلق عليها Strain Right Pro Crimp، لكنها تنفع ليس فقط للكرمبة، بل أيضاً للقص. تجمع بين المحرك الكهربائي والفك الشامل. تتوافق مع حجم 2.5 إلى 5 ميلي متر من كوابل الشد، وخفيفة تعمل بيد واحدة. هذا الصديق سيساعدك في حماية مزرعتك وجمالها، لكن لا تستخدمه في شيء آخر غير ذلك. مطرقة فاست هي أكثر من مجرد مطرقة، فهي تضم 6 أدوات في جهاز واحد. تستطيع هذه المطرقة أن تقيس وتسحب وتفتح وتلمع بالإضافة إلى الضرب. تتميز هذه المطرقة بألواح مختلفة ومقابض مريحة ووزن خفيف، 400 غرام فقط، وصغيرة الحجم تناسب حتى صندوق القفازات. والأهم من ذلك كله، فهي رخيصة الثمن فقط 20 دولاراً. هذه المطرقة تستحق اسمها، فهي تجعل من كل يوم عيد. هل تحلم بجهاز يفعل كل شيء؟ هذا هو، فهو يقطع ويصقل ويرمم كل شيء تقريباً. لكن لديه عيب واحد، ثمنه، فهو يساوي 900 دولار تقريباً. لذلك إذا كنت تحب نفسك، اشتري هذا الجهاز، وإذا كنت تحب جيبك، ابتعد عنه. فهو يعمل بقوة 20,000 دورة في الدقيقة، لكنه يستهلك تقريباً كيلو واط واحد من الطاقة. هذه الأداة المدهشة غير موجودة في الأسواق بعد، فهي للطلب المسبق فقط. هل أنت مستعد لشرائها؟ هل تعبت من تركيب الكابلات بالطريقة التقليدية؟ هل تريد أن تكون ساحراً في عالم الكهرباء؟ إذن عليك بشراء هذا الجهاز العجيب، فهو يتوافق مع جميع أنواع الكابلات من 18 إلى 50 مليمتر في القطر الداخلي، ويسمح لك بالتعامل مع المواسير والصناديق والمقابس والأنابيب من 4 إلى 200 مليمتر في القطر. ولا تهتم بالانحناءات والتلفيات والتشوهات في الطريق، فهذا الجهاز يحلها بسهولة بمساعدة الهواء والسلك. ولا تقلق بشأن حفظ الأدوات والملحقات، فهي تناسب حقيبة صغيرة تدخل في صندوق سيارتك. كل هذا بسعر 1700 دولار فقط. إذا كنت سباكاً وتريد أن تجعل عملك أسهل، فعليك بالأداة الرائعة هذه التي تمكنك من إزالة الشوائب وتوسيع الأنابيب.
هذه الأداة تعمل مع الأنابيب المختلفة الأحجام والمواد. المخروط مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهي خفيفة الوزن جداً، فلا تتجاوز 6.5 كيلوغرامات، وهي سهلة الاستخدام بنفسك، وهي مزودة بآلية رافعة تسهل العملية أكثر. كل هذا بسعر $300 فقط. إذا كنت تريد أن ترسم خطوطاً على الأرض بسرعة البرق وبشكل واضح وبتكلفة منخفضة، فعليك بالنظام الأسرع في السوق والذي سيجعلك تتفوق على الآخرين. هذا النظام يستخدم رشاً قابلاً للتعديل لوضع 500 متر من العلامات في 50 دقيقة. سعره $250، وهو أقل سعراً من غيره من المنتجات. يمكن للمركبات أن تمر فوق العلامات بعد ساعة واحدة فقط، والمرور الثقيل بعد يوم. تحتاج إلى علبة طلاء واحدة لكل 90 متراً. يوجد أيضاً شريط للإصلاحات أو للمستودعات. هذه الأداة ستجذب انتباه كل من يشاهد علاماتك البراقة. إذا كنت تريد أن تتدفأ بالحطب في الشتاء، فعليك بالأداة الرائعة هذه التي تمكنك من تقطيع الحطب بسهولة وسرعة. هذه الأداة مصنوعة من الحديد المصبوب وتأتي مع ضمان لمدة 2 سنين، لكن صانعها يعدك أنها ستدوم مدى الحياة لأنها متينة وبسيطة. أقصى طول للجذع هو 33 سنتيمتراً، ووزنها هو 4 كيلوغرامات و400 جرام. سعر هذه الأداة $120. إذا كان لديك منزل وتحتاج للصعود للسطح بين الحين والآخر للتحقق من الأنظمة والزينة، فهذا السلم المدهش هو ما تحتاجه. إنه يتكون من أجزاء قصيرة ترتبط ببعضها بخطاف، ويمكنه أن يحملك حتى لو كنت تزن 159 كيلوغراماً. إنه خفيف الوزن أيضاً، فواحد من الموديلات يزن 7 كيلوغرامات فقط. يمكنك حمله في حقيبة ووضعه في صندوق السيارة. سعر هذه المجموعة الفخمة من 7 أمتار و20 سنتيمتر هو $670. وهذه هي الأدوات 10 التي ستجعل حياتك أسهل وأكثر متعة. أيها أعجبك أكثر؟ هل جربت أي منها من قبل؟ شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لمزيد من الفيديوهات المدهشة. شكراً لمشاهدتك، ونلتقي في الفيديو القادم. إلى اللقاء.